أمين عام مجلس الأمة الأستاذ علام الكندري يبكي متأثرا عندما تكلم عن تأبين الله يرحمه رئيس مجلس الأمة الأسبق السيد جاسم الأخرافي. شوف هذا التقرير. السيد رئيس مجلس الأمة المحترم، تحية طيبة. وبعد الموضوع طلب تخصيص ساعتين لتأبين فقيد الكويت المرحوم جاسم محمد عبد المحسن الأخرافي. فقدت الكويت أحد رجالاتها الغلائل الذين اجتمعت فيهم الحكمة والصدق والخير والأمانة والتواضع وحب الوطن، وهو المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم جاسم محمد عبد المحسن الأخرافي رئيس مجلس الأمة الأسبق. ونتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تخصيص ساعتين من الوقت في أول جلسة قادمة لتأبين الراحل الكبير. لما له من دور وطني أجمع عليه الناس رسمياً وشعبياً ليتسنى للمجلس الموقر لتوثيق ما للفقيد فقيد الكويت الراحل من مكانة كبيرة في قلوب أهل الكويت. بناء على الرسائل وصلتني عبر الواتساب